هو اللجنة القومية لاسترداد الآثار هي صدر بها قرار من رئيس الوزراء، وكان مفعلة لغاية سنة 2010 وتوقفت بعد الثورة. ولما جاء الدكتور خالد تولى حقيبة الآثار قرر إعادة اللجنة مرة أخرى، وعشان ده دورها مهم جدا في إن كل جهات الدولة تجتمع على ملف مهم جدا هو ملف استرداد الآثار. ملف استرداد الآثار ليس المنوط به بس وزارة الآثار، لكن كل جهات الدولة من وزارة الخارجية ووزارة العدل المصرية والإنتربول المصري والجهات الرقابية كلها تكون مشتركة في عملية إعادة واسترداد أي قطع أثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية. معروف إن فترة الانفلات الأمني اللي حصلت في مصر في كثير من المتاحف والمناطق والمخازن المتحفية تعرضت لعمليات سطو في عمليات الانفلات الأمني، ومصر فقدت البعض من القطع الأثرية. الحمد لله الإدارة عملت على إعادة الكثير من القطع الأثرية التي تم سرقتها في بعد فترة الانفلات الأمني.